بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي ومتتبعات قناة الوضوح، أهلا ومرحبا بكم. كما تشاهدون لقطات تشاهدونها الآن، يعني واحد الكوخ اللي درتو واحد السيدة في مدينة زيون اللي عشت فيها على ما أظن ليلتين. هاد السيدة هادي اللي كانت هنا متشردة في زيون مشات البركان ورجعت، واللي درنا معها واحد الحوار في اخر لحظات ديالها هنا في زيو. هذه تم توجيهها المنطقه اللي هي فين كاين العائله ديالها، ضواحي فاس. مشات هاد النهار هذا مشات عبر علامه حافله المسافرين بعد ما السيد قائد المقاطعه الثانيه بزيو خلص تذكرة ديال السفر ديالها. وبطبيعة الحال كانت متواجدة في الحديقة العمومية، حديقة الأندلس، حيث كانت تم الأمتعة ديالها كاملة، واللي كتجلى فران بوطاغاز والأفريشة، يعني الأمتعة ديالها اللي كانت كتستعملها في ذاك الكوخ. السلطة المحلية حرصت أن تبقى باش تبقى معها حتى تركب في الكار وتوصي عليها الكريسور والشيفور. مناسبة هاد الكلام هذا أنه باش ما تمرش بعض المغالطات، يعني كاين السيد اللي عيط لي أنا باش غادي ندير لها روبورتاج للناس ديال زيو يعاونوها، اللي كانوا بعض الاشخاص بغاو يكريو لها محل، لكن هي كما اكدت قالت لك لكن مادام انهم ما كراوليش لا محل لا شي حاجه، ما بناولي ما حتى حاجه، كتفضل باش تترك مدينه زيو. اذن هي فضلت باش تسافر تمشي لمنطقه اخرى فين كاين العائله ديالها. هي اكدت لي انها ملي بقينا كنهضروا انا وياها حيت الشخص اللي قال لها جي دير لها واحد ريبورتاج راها ساخطه على الوضعيه وكذا، ملي شافها كتهضر يعني ماشي هبيله وبالقوه، يعني ماشي هبيله بعقلها، ما تعاني حتى بشي اضطرابات نفسيه، يبان لي السيد مشى بحال اللي ما عجبلوش الحال. قالت لي يعني ويلا غادي نبقى هنايا وما غاديش يكريو لي وكذا، غادي نمشي لشي بلاصه اخرى، حيت هما كانوا وعدوها، كان قال لها بان ما راه غادي يكريو لك. استنات جوج الليلات فاذا به السلطه المحليه خلطوا عليها، راه هذا الشيء اللي فاش راكي تعيشي راه خطر عليك، خطر على الحياه ديالك وكذا. قنعوها انها اقترحوا عليها ويلا مريضه نفسيا يديوها تعالج، ويلا تعرف شي بلاصه بعقلها وكتعرف فين غادي تمشي. قالت لهم كنعرف فين نمشي، وشخصيا قالت لي راه عندي خويا راه باع شويه ديال الورد وعطى لي حقي. ما كانتش كانت تهضر عادي، ما مختل عقليا ما والو. وهذا هو السبب اللي درنا هذا الفيديو هذا باش نوضحوا، لان واحد القناه اللي هي كدير حوايج اللي هي واضحه، ولا غادي تجيب شي حاجه ديال الغموض ولا راه ما كندوزوها شيء. وكنحييكم مره اخرى، وغادي نخليكم بعض المقتطفات اللي درناها مع السيده واللي هي كترفض باش يبان الوجه ديالها، يعني من الحق ديالها. السلام عليكم. شريفه كي دايره؟ غير ريحه غير ريحه. هنايا غير هنايا جينا باش نساندوك، واه هنايا الصحافه رجعوا قبيله شو وحدين هضرتي. واه دابا هاد الحوايج انت شريتيهم ولا جبتيهم معاك؟ لا لا خيي دياولي. الحوايج دياولك داروا معاك على حسب هاد التواجد ديالك انا في زايو. الحوايجات انا ماشي متعدي على الناس، انا حشومه، انا غير ما عنديش سكنه، راني هنايا كنت تحت في ديك زايو سيتي تحت، راني كنت تما عاود مشيت البركان وجيت هاني ما لقيتش السكنه وجيت هنايا. انا دوك زعما بغيت نمشي في الكار، الساعه الكار غير اللي جاي جي مسرجي قال لك راه ما كاينش فين ديري الحوايج. وعلاش ما بغيتيش تبقاي هنايا في زايو؟ خيو ما عنديش سكنه، ما عنديش سكنه، خاصني السكنه وما كنخدمش، فهمت؟ خاصني السكنه والخدمه، وما انا ما كرهتش انا نجلس، الدنيا هانيه، انا هنا عندي على حساب.
وبالنسبه ديك الحي ديال معمل السكر كنت يعني باغيه ديري تما كيوسك، واش ولا داروا لك شي يعني ولا بقيتي ما مشيتيش اليوم في الكار؟ واش ممكن كاين سي محمد بوهنوف راه يعني واحد الجمعوي اللي كي يعاون الناس اللي مقطوعين بالشجره، واش تقدر واش انت باغيه تمشي بالاراده ديالك ولا شي واحد قال لك خصك تمشي من هنا ما تبقيش في زيون؟ لا لا مساكين ما قال لي حتى شي واحد، لا حشومه ما نكذبش ندي الدنيا، لا ما كانش قال لي، قال لي سيري ولا لا، انا غير ما عنديش السكنه خدمه منش خدام، ما قال لي ودي حتى شي حاجه. الحوايج ديالك كاملين هما هذوك؟ اش قال لي 20 كيلو زنقيط؟ قلت له ما عنديش السكنه، قال لي دبري السكنه، قلت له ودي ما صبتش، كنجري ما صبتش، مانيش نخدم وما عنديش كي ندير باش ما لقيت السكنه ما رانيش نخدم. قال لي لا خصك تمشي من راه الشتا جايه هذه تعدى عليك شي حاجه ولا طيح عليك الشتا طرا لك الحويجات خصك تحيدي منها دبري عليك السكنه. وسمو هو السبب باش رجعتي؟ راني غادي نمشي، راني غادي كاع نمشي. لا وسمو هو السبب كاع اللي خلاك تنعس في الشارع سواء في بركان او في زيو او غير زيو؟ ايه ما عنديش غير السكنه. علاش اش من سبب؟ فين كنتي عايشة قبل؟ كنت في عنواك، نهار كنت في توريت، ومن توريت مشيت عاوتاني ما خليت حتى قمت. نهار اللي عاوتاني جاب الله كان خويا باع الدويرة ديال ما الله يرحمها، عطاني منها شي نصيب. مشيت درت بها واحد الدويرة في أنوال بجدنا سيدي محاب الحمد. واه. بيت وكوزينة. واه. بقيت تما خمس سنين وأنا فيها ولا هكاكي. واحد النهار راك عارف هذه كورونا وهذه الناس كامله اللي طجت اللي مشى لديك سميتو اللي مشى لهي هات السينك اللي مشى هكا اللي مشى للخارج اللي مشى انا بقيت دوار بوحدي ما كنمشي لحد ما كنجي راك عارف. كان عندك الدار ديالك درتي ولادك؟ ماشي بركان، ماشي بركان. لا واه فين كنتي ساكنه انت ووليداتك؟ ما عنديش خيال. واه ما عنديش. كان كنتي مزوجه؟ واه. وكي وقع لك؟ غير ما جابش الله الدنايا وصافي تخلفت انا وياهم وخرجت ما بيني وبين حتى حاجه. على الدنايا يعني مشى تزوج على حساب باش يدير الدنايا؟ لا على الدنايا، هو ما تزوجش انا اللي داني عليها، داني عليها الزوج. ودابا مطلقين؟ ايوا بحالي يعني ما مطلقه ما مزوجه، كنت دافعه واحد الطلاق خو العيد داك اللي شتي نقاق، وكنت متبعه عاد الشرع على المحامي مسكين الله يرحمه مات. مشيت الاول عام الاول مشيت عندهم قال لي ودي انا ما كان بعدا عاد ما ماتش، قال لي واش الراجل راه هنا؟ قلت له ودي ما نعرف نكذب عليك. قال لي وخصك تمشي تسولي فيه، مشيت تسولت قالوا لي ما راهش انا راه في سبانيا. هو صافي ديك الساعه مشيت عنده قلت له ودي راه في سبانيا ما راهش هنايا. هو جيت قال لي ودي حتى يكون هنايا وديك الساعه نشوف الحل ديالك واش يعني يخلص لك شي حاجه واش. المهم ساعة انا ديك هي مشيت للانوال وهو الله يرحمه مسكين قعد ما نعرف قداش قعد ديك هي مات المحامي ولقيته مات وصافي هكا انا راني ما عرفتش ما ندير. البارح هضرت مع الكتاتبيه ديالو قالت لي ودي ما كاينه حتى حاجه، قالت لي داك الدوسي ديالك يعني ديال الطلاق وقالت لي ماشي، قالت لي بحال اللي يعني داك تبدل داك الحكم تبدل من اللي مات للمحامي ما عرفتش اسمو غادي نقول لك شي حاجه. دابا كطلبي شي مساعده ولا كتكلي على راسك؟ خي شنو نقول لك انايا؟ نطلب المساعده منهم الا بغاو الخير، المهم اللي فيها الخير الله يجيبها. اللي بغى يعاونك ما نقدرش. اللي بغى يعاونك بمحسن تقدري تعطي له النمره التليفون ديالك؟ ما عنديش اخي النمره ولا ما اللي بغى يعاونك فين غادي يلقاك؟ ما نقدرش نكذب انا دوك راني غادي نمشي الله يعطيني دعوة الخير. اللهم امين، الله يجيب لك التيسير، الله يجيب لك التيسير، نطلبوا سيدي ربي يكون معاك. وكان النهار الاول زعما عطاوني شي بليسه وبغاو يعاونوني بشي حاجه الله يخلف عليهم، منين ما كتبش معليش الدنيا هاني ما تعرفي فين راه الخير وما تقنتيش الرحمه ديال الله واسعه. ما تعرفي الخير ما تعرفي. نتمناو الخير ان شاء الله. متتبعينا كما شفتوا يعني كان واحد الحوار اللي ما استعملتش فيه المقص وخليته كما هو، كما صورت معها كما سولتها ما بغيتش ندخل معها في تفاصيل اخرى. المهم هو كل ما الغرض من هذا الفيديو وهو توضيح ما يراج في المواقع التواصل في الفيسبوك ان بعض المغالطات بغات تتمرر ان السلطه راها جلاتها من زايو تم الترحيل ديالها وكذا، هذاك الشيء كامل كذوب وراكم سمعتوا وتحيه للجميع.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وخير التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.